هذه بعض الصور من بنايات سقطت في ما بين سوريا وتركيا. الأرقام بتتغير. احنا تركيا قالت، إدارة الإغاثة قالت أنه عدد البنايات التي انهارت 2316 مبنى. الجرحى ارتفعت أرقامهم ل 13213، وسقطت 6217 مبنى. الضحايا 16. إذن الضحايا في تركيا وحدها 2316، الجرحى 13213، والمباني التي انهارت في العشر محافظات أو العشر مدن التركية 6217 مبنى.